المسألة الآن ليست إسرائيل مقابل حماس، مسألة إسرائيل تتجاوز بكل القوانين الدولية. في 4 اتفاقيات دولية معروفة للغاية مرتبطة بالحروب وحالات النزاع، وعقدت وتم الاتفاق عليها في 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية. أحدهما خاص بالعسكرة أو العمليات البرية البحرية الأسرة والمدنيين من غير المحاربين، في بروتوكول أو اتفاق كامل خاص بغير المدنيين، وفي هذه المواد نص صريح أنه ليس أو محظور التعرض لأي مصحة طبية تحت أي مسمى تحت أي حجة حتى إذا وجدت فيها محارب ليس من حقك الاعتداء على هذه المساحة، مش على المدنيين، على المساحة دي بالتحديد. بالزبط. ثم أي رد فعل قانونيا لابد يكون بالتوازن مع الفعل ذاتي. فعمليا 10,000 قتيل ولسه 20,000 جريح. وأنا ما بقولش أنه بصراحة من ناحية سياسية القصة ليست هل قتل الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين أو العكس. القصة في النهاية هناك نزاع، نحاول نتصدى لهذا النزاع، وفي خلال هذه المساعي لابد أن نحترم في مراحل التوتر والغضب أو في مراحل التفاوض السلمي القانون الدولي. إذا سعينا لفرض الأمر الواقع بقانون الغابة حتما هذا سيعود ويؤدي إلى انفجار آخر.